الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. كالمعتاد البداية ستكون مع رأفت ومجموعة من العناوين. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية، وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، والبداية من العناوين. تقرير صادم للبنك الدولي عن حال التعليم في العراق، وأهل المدينة يناقشوا الملف مع المعنيين في وزارة التربية. ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج الزراعي إلى الضعف، أرض السواد تتحول إلى أرض الجفاف. أصحاب المولدات الأهلية في كركوك يحتجون على عدم دعمهم حكوميا، والمواطن كالعادة هو الضحية. هذه العناوين والتفاصيل بعد الفاصل. الله بالخير مرة أخرى. الله بالخير رأفت. الله بالخير أزل. يعني من تحت الأنقاض طلعنا، من تحت التراب طلعنا، اكتشفنا اليوم الصبح أنه نحن مغطايين بالتراب، الجراج، البيت، تحس حتى شقد أنت حاولت أنه تغلق المنافذ لكن لقينا التراب دخل. يتوغل. صح، لأنه نعم جدا. من يعني من أقل ثقب أو من أقل مكان، أنه هو لازم يتوغل لك التراب ويكون موجود داخل منزلك يعني مهما تحاول. صح. لكن أنه إحنا داخل البيت ومأمنين على أنفسنا، يعني شيل بال او تفكر بالناس اللي قاعدين بخيم بعدهم لحد هاي اللحظه، انه شلون كانت حالهم. صح. او المخيمات اللي في دير الزور اللي هي بدايه تكوين لهذه العاصفه، هذه المنطقه السوريه اللي ايضا تحتوي على كم كبير من النازحين والمخيمات، شلون كان حالهم، او الناس اللي عندها اعمال، او مثلا الجيش اللي لازمين نقاط الحدود مثلا. صح. الداخلية منتسبيها اللي كانوا أيضا في شوارع بغداد والمحافظات العراقية، كلها تفكر بيهم أنه دول شلون قدروا يقاومون مع هذا الكم الهائل من العواصف الترابية اللي موجودة عندنا اليوم بالعراق أو منذ يوم أمس. يعني خاصة إحنا في أربيل يمكن أنه هي بدأت قوية بعدين قلت، بعدين بعد الثنتين الظهر رجعت كلش قوية، كلش قوية بالليل. صح. زادت اليوم الصبح أيضا كانت اكو عاصفه يعني شبه قويه، يعني ما اريد نقول قويه قويه بس شبه قويه، لكن بقيه المحافظات السليمانيه دهوك ايضا وصلت لهذه العاصفه، واكو حالات اختناق في احدى المستشفيات في السليمانيه. بالضبط. يعني لا، ومئات الحالات دخلت يوم امس للمستشفيات فعلا، ووضع كان احنا يعني استثنائي والله، واحنا ما ناقصين فعلا. يعني تشعر انه هذه الايام كنا متعبين. البارحه حكينا انا وسفيان انه احنا من قعدنا من النوم خمول، صداع، تحس ان الرئتين متعبه. فانا قلت الله ساعد جماعه الربو، والله ساعد الاطفال الحديثي الولاده، كبار السن اللي هم قوه يتنفسون، الله يساعد المصابين كانوا بكورونا، وحاليا عندنا ايضا مصابين بكورونا اللي هم يحتاجون الى هواء نقي، واذا به انه الجو بهذا الشكل. على العموم الحمد لله على السلامه، ان شاء الله تعدي على خير، واحنا نعرف انه احنا بانتظار للاسف يعني المزيد من العواصف الترابيه او حتى الرمليه، وإن شاء الله يا رب. بس أتمنى أنه يعني قدر الإمكان اللي ما عنده شيء لا يطلع. اليوم كان أكو امتحان رياضيات قطيع الطلاب، ويعني الله يساعدهم يومين والناس كلها ما نايمة، يفكروا ما بين التراب، ما بين أنه شلون يروحون إلى القاعات الامتحانية. المهم إن شاء الله تعدي هذه الأيام على خير. إحنا عشنا حياتنا كلها يعني إحنا بزمننا كان حصار وتعب وحرب، وأنتم نفس الشيء حاليا. صح ماكو حصار وحرب، لكن أكو مثل ما واحد يقول أكو معاناة من جانب آخر. خلينا نبدي بما نحكينا احنا على التربيه، خلينا نحكي بموضوع كلش مهم. ما اعرف هاي صاير موديل. امس كنا نحكي هذا الموضوع، يعني دائما احنا نحكي به قبل ما كنا يفوت المعلم من فرع، بس واحد يقول لنا ترى فلان استاذ او فلان ست راح تعبر، احنا ندخل في منازلنا نستحي نخجل انه يشوفونا جاي نلعب بالشارع. يعني قبل ما كان اكو العاب الكترونيه ولا كان اكو التلفزيون بزمن الحصار، احنا كنا نلعب بالشارع، اللي يلعب طاق ويلعب حليه غميضه ويلعب بيت وبيتات، هاي كلها احنا وقت العصاري. بس بنسمع انه معلمه او معلم احنا مباشره ندخل البيت خلاص، يعني ننتظر من وراء الباب يعبر هذا الاستاذ او الاستاذه، يلا نطلع
خارج المنزل نستحي. وانت هنا مداومه وراجعه مكمله كل واجباتك. بالضبط طبعا ما تطلع انت مستحيل. يعني مكمله كل واجباتك طبعا، تكون عندهم معلومه هذه طبعا، يعني مو مسوي فد شيء غلط، الكل يلعب بما فيهم اولاد المعلمه واولاد المعلم. كنا صاير الموديل الجديد للاسف انه صاير احنا عندنا ماكو احترام، انعدام الاحترام، مو شرط المعلم للكبير. والبارحه احنا حكينا واخذنا احنا مثال انه صار اعتداء غريب عجيب على مشرف تربوي راح يؤدي عمله لانه هو رافض الغش ورايح يحقق بالموضوع. احد الطلاب او مجموعه طلبه حقيقه اعتدوا على هذا المشرف في بغداد، والبارحه من اتصلنا به تفاجئنا انه هو عنده نزيف داخلي في عينه ووضع خطيه متازم بسبب مجموعه الطلبه اللي هم فوق ما غشاشين هم ايضا قاموا بالاعتداء عليه. اليوم وصلت لنا احنا حاله جديده من الناصريه من قضاء الاصلاح. شوف الاسم قضاء الاصلاح يحتاج لفعل لعد اصلاح. هذا القضاء راح نشوف احنا ايضا مجموعه من الطلبه يعتدون، طبعا ذولي مدرسه مسائيه ثانويه الاصلاح المسائيه. الكادر رفض الغش وهذا فتشي طبعا قانونيا، من يكون هناك غش يحرم الطالب من الامتحان ويرسب في هذه الماده، هذا قانون متعارف عليه من زمان، من زمن ابائنا واجدادنا وبقى وهذا هو الصح. اعتدوا بالضرب ويعني منتظرين الكادر التدريسي بر الباب وقاموا بضربه والاعتداء عليه. طبعا حاليا حسب القاضي تم توقيف الطلبة حسب المادة 4 من قانون حماية المعلمين. يستاهلون، أتمنى ما تصير عشاير، تبقى القضية قانونية ويحرمون من هذه السنة، ويتم أيضا يعني آبائهم من جدة وجديد هم يتربون لأنه ما عرفوا يربون أولادهم. إحنا مع الأسف جاي نعاني من فجوة كبيرة بالتربية والأخلاق. أتمنى أنه إحنا نرجع نصحح مفاهيم كثيرة، مبادئ كثيرة، حرامات أنه إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة من انحطاط الأخلاق في كل مفاصل الحياة. حرامات العراق، أبو الحضارة، أبو الرقي، أبو الأخلاق، إحنا كنا نصدر أخلاق للعالم، يضرب بنا المثل بالأخلاق. نوصل إلى هذه المرحلة أنه ننتظر معلمنا حتى نضربه بالشارع لأنه هو ما قبل أن ننغش. المفروض أنه إحنا ندنق ونمشي ونعتذر وأهلنا بعدين ينزلون راسهم قدام المنطقة يقول لك ابننا غشاش ومن غشنا فليس منا، الرسول يقول. وإذا بينا إحنا لا، فوق العار عارين صار مع الأسف. هو هذا الحديث اللي رد أذكره ذكرتي أنت، دا أقول أنه بالابتدائية يعلموك أنه درس الإسلامية أول شيء صح، أول شيء من غشنا فليس منا، تمام؟ وهذا حديث نبوي شريف. للأسف أنه خاف أذكره هسه أو ذكرته يمكن البعض راح يضحك عليه أو راح أنه راح يقول إحنا بيا وقت هاي قبل، هسه إحنا الغش كثير من الأمور اللي صارت موجودة، القتل، السرقة، غير من الأمور بقت على الغش. وهذا اللي يتخيلوه البعض اللي هم يتصرفون بهذه التصرفات اللي بس فقط في أيام المولد النبوي الشريف نشيل لافتات محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا. وين قدوتنا؟ احنا غير نطبق، غير نمشي على سنته، غير نمشي على الأحاديث اللي أوصانا بيها، على كثير من الأمور اللي أوصانا. للأسف أنه احنا مجتمعنا بدأ ينسى كل هذه الأمور وبدأ أنه يمشي باجتهادات شخصية سواء كانت تخص التعليم أو حتى في أمور الحياة الأخرى. احنا مثلا موضوع التعليم هسه الغش اللي وصل له، أو مثلا الطلاب اللي عندهم مشكلة أو عندهم فجوة كبيرة ما بينهم وبين المدرس، هذا قبل ما كان موجود، لكن للأسف بعد 2003، وسبب هو الخطط اللي موضوعة من قبل الجهات المعنية للتربية والتعليم على مدى السنين اللي مضت والقادم. وهذه الطريقة هي خاطئة ومجحفة بحق التربية نفسها وبحق التعليم نفسه. احنا من نشوف اليوم اكو جهات او بعض الجهات الدولية اللي هي تحاول انه تشخص الأخطاء، وخاصة عندنا بالعراق الكل يعرف انه نسبة الفقر عندنا كبيرة جدا، وخاصة بعض المحافظات الجنوبية اللي هي أسوأ بكثير من مفردة الفقر نفسه. للأسف انه احنا نجي نكذبهم ونقول انه هم ما لهم اي دخل بهذه المواضيع ولا هم يقيمون التعليم والتربية بالعراق. يوم امس البنك الدولي نشر على موقع الخاص تقرير صادم وبشكل كبير جدا خاصة للعراقيين، انه نسبة الجهلة 90% بالنسبة لطلاب الابتدائية. أنا أقول مو بس لطلاب الابتدائية بل لكل الطلاب الموجودين في المراحل المتوسطة والإعدادية. ليش؟ لأنه يدرسون أو أنهم ما فاهمين اللي دا يقروه. أخذوا عينة أنه طلاب صف ثالث انطوهم عملية حسابية حتى يحلوها وهي تناسب أعمارهم، ما حلوها، وبالتالي أنه هذه الصدمة الكبيرة والقاتلة عندنا في موضوع التربية، أنه طلابنا مدى يفهمون اللي دا يقروه
أو ماكو طريقة سهلة لإيصال المادة لهم بسبب أو مو سبب بل لعدة أسباب. أولا بنا تحتية، إحنا عندنا منهارة في عموم العراق في كل المحافظات العراقية، عندنا مدارس آيل للسقوط، عندنا مدارس طينية، عندنا مدارس كربانية، عندنا كثير من الأمور، حتى إذا كانت عندنا مدارس فهي مقاعد ما بها، صبورات ما بها، الوقت، اكتظاظ الطلبة داخل الصفوف، المعلم اللي هو يحتار أنه يخلص هذا الدوام حتى أنه ينتقل لشعبة أخرى أو لحصة أخرى أو لمحاضرة أخرى، وهذا اللي إحنا نشوفه إضافة إلى قلة أعداد الكوادر التدريسية عندنا في العراق. وما شاء الله هذه التظاهرات اللي نشاهدها في كل يوم. احنا حتى نسولف بموضوع التقرير الصادم اللي اصدر البنك الدولي بما يخص التعليم الخاص بالعراق والتربيه في العراق، انضمنا السيد حيدر فاروق المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه. مرحبا سيد حيدر. مرحبا ومساء الخير عليكم وتحيه طيبه لكم ولجمهوركم الكريم. حياك الله سيد حيدر. هذا التقرير اللي هو فعلا صادم وبشكل كبير جدا، انه احنا اليوم بالعراق نشوف انه تلاميذنا بنسبة 90% أنهم جهلة، ما عندهم أي معلومة، ما عندهم أي فهم للمواضيع اللي يدرسوها. برأيك اليوم وكونك أنه أنت متحدث رسمي باسم هذه الوزارة، من هو المسؤول وبشكل مباشر عن إيصال طلابنا لهذه المرحلة المأساوية في التربية؟ مرة أخرى تحية طيبة لكم. يعني هذا التقرير أولا يعني أنت أيدت بشدة أنه هذا التقرير وأثبتت صحته بكلامك، لكن اليوم من نتحدث طيب نقول سيد حيدر انا خلي اوقف عند نقطه مهمه جدا، انه اوكي البعض يقول او حتى وزاره التربيه قالت انه ماكو علاقه لا علاقه للبنك الدولي بتشخيص هذه الحالات او بتقييم التربيه في العراق، لكن هي قلت انه لا ما يصير انه احنا نكذب الاخرين. يعني بمعادله بسيطه انت وسيده ازل اثنيناتكم بالاستوديو، اذا نسبه 90% يعني واحد من اولادكم، اذا كل واحد عنده يعني ابن بالمرحله الابتدائيه واحد من عندهم جاهل ما يعرف. نعم. يعني هذه بنسبه بسيطه اذا اريد نقول 90%. طيب سيد حيدر يعني هذا يثبت كلامنا، يثبت كلامنا انه احنا نشاهد هسه بالتالي انه هذه امتحانات السادس الابتدائي، اي اسئله تنطيها للطالب يقول لك صعبه، اي امتحان او اي موضوع يعني تحاول توصل للطالب يقول لك صعبه، هذا يدل على انه احنا طريقه التدريس عندنا بالعراق هي خاطئه. انت تقول لي التلميذ يقول انه الاسئله صعبه، أني ما أمشي بكلام بس التلميذ إذا ما قاري، أكو هواي تلاميذ جاوبوا. طيب هو ليش ما قاري؟ ليش ما قاري؟ مو احنا خلينا نشخص الأخطاء سيد حيدر، احنا اليوم البارحة عندي بنية طلعت تبكي يعني على خطأ خايفة بالإنجليزي، خال العلامة ما خال علامة الاستفهام، تقول لي أنه راح يعطوني 99 ما خال علامة الاستفهام هذه. طيب سيد حيدر خلي نتفق على قضية مهمة جدا، أنه أنت اليوم متواجد ويانا في برنامج أهل المدينة وإحنا بدنا نطرح عليك هذه الأسئلة، مو الغاية من عندنا إحنا نسقط أو نأيد وبشكل كبير أنه ما تنطرح. أنا سألتك قلت لك أنه من هو المسؤول بشكل مباشر على انهيار التربية أو عن إيصال تلاميذنا لهذا المستوى؟ اليوم احنا سمعت عن موضوع التقرير، وأنا استمعت إلى المقدمة مالتك من أنت حكيت هذه المقدمة وأيدت هذا التقرير، يعني أنت خلص مؤمن أنه هذا التقرير، فأني حتى أوضح لك موجود على أرض الواقع. سيد حيدر خلي أسألك، احنا عندنا مدارس طينية لو ما عندنا؟ سيد حيدر عندنا مدارس طينية لو ما عندنا؟ أنت لا تقول لي أنا ابتدعت على، أنت تقول لي تقرير البنك الدولي، هاي المدارس الطينية سبق ما تحدثنا بها وسبق أن تحدثنا بها. السبب مو هاي السبب، زين إذا طالب إذا طالب يروح لي يروح لمدرسة قاعد على الأرض. خلينا نرجع للموضوع الأساس. هذا الجدل أستاذ حيدر، يعني الموضوع مبالغ به لو هو ما موجود على أرض الواقع تماما، لو بنسبة معينة. أولا سيدتي العزيزة هناك استدعاء إلى القائمين أو إلى من بث هذا التقرير أو نشر هذا التقرير، بأي حق نشر هذا التقرير وعلى أي معطيات تم الاستناد، ومن الذي خول هذه الجهة التي هي غير معنية بتقييم هذا الموضوع؟ سيد حيدر هم وضحوا وموجود التقرير مفصل باللغة العربية وباللغة الإنجليزية على الموقع الرسمي، وتقدر أنه أنت حضرتك الفيديو طلعت عليه. بس خلي أوصل لك فكرة، هم اعتمدوا أو كتبوا هذا التقرير بناء على مشروع
يهدف لارتقاء مستوى التربية في العراق، واخذوا نموذج ثلاث محافظات اللي هي الأسوأ أو الأشد فقرا في العراق، واللي هي أكيد بها مدارس طينية ومدارس كرفانية، واخذوا هذه العينات حتى يرتقون بمستوى التربية والعلم في العراق وخاصة بهذه المدارس. هذا الهدف من التقرير. انت اذا تريد تقول لي بس التقرير ومعتمد على تقريرهم ما كان استضافتني، هو اللي تبث بس تقريرهم وخلص، انت مؤمن بهذا المبدأ؟ انا دا اناقش موضوع التقرير وموضوع انهيار التربيه في العراق منذ عام 2003 الى الان. اذا انهيار التعليم، هذول الطلبه اللي كل عام مجموعات طبيه وهندسه وتنافسي وتنافس على مدارس المتميزين ومدارس المتفوقين والموهوبين والجوائز التي تحصد خارج العراق، ما اقول لك داخل العراق، من مدارس الموهوبين ذولا منه. يعني احنا قبل اسبوع عندنا مدارس المتميزين بواسطه تحصل على المركز الاول، يعني بمسابقه دوليه فعلا تحصل على المركز الاول. قبل فتره مدارس موهوبين اين وتحصل على المركز الثاني من بين 151 دوله. قبلها طالب يحصل على المركز الثالث الميدالية. هذا كله موجود، بس قول لي قد اعدادهم، ايش قد اعدادهم سيد حيدر؟ انا اليوم معك، صدق انه انا اتمنى انه ما نشاهد مثل هذه الحالات اللي بدنا نشاهدها بارض الواقع، ولا نشاهد هذه المدارس، ولا نشاهد مستوى التربيه، ولا نشاهد يعني انت 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 على معرفه انه تشوف طلاب كليه وهم املاءهم خطا، تشوف انه ما عندهم معلومه، تشوف ما عندهم غير امور خاصه بالتعليم، وانت خلي الكل واقعي. هو انت ما تعطيني مجال، انا ما راح اعطيك المجال. يعني انا ما اقول لك الحياه ورديه، ما اقول لك الحياه ورديه، اقول لك اكو متسردين، اكو نعم هناك بنى تحتيه متهالكه، كل هذه الامور اقول لك اي اكو. لذلك من تقول لي ليش هذه اكو، اقول لك بالمقابل اكو هناك تحرك، اللي بناء 1000 مدرسه وضعت التصاميم وسلمت قطع اراضي، وهناك وراها 3000 مدرسة وبعدها 4000 مدرسة. هذا اثنين، هناك دورات فيما تقول أنه هناك مدرسين ومعلمين مثل ما ذكر التقرير. اليوم المديرية العامة للإعداد والتدريب يعني أكملت ما يقارب أشركت 250,000 معلم بدورات تدريبية وتطويرية خلال العام الماضي. يعني كل هذه، لكن جيد بس موضوع المدارس اللي ذكرتها اللي هو مشاريع وعلى أساس أنه بناء مدارس نموذجية 1000 و4000 وغيرها من المدارس اللي ذكرتهن، هذا الموضوع تحدثنا به يمكن في يعني قبل بدء الموسم الدراسي الحالي، أنا وحضرتك أيضا في برنامج أهل المدينة، أنه أكو بس وينه ما تنفد على أرض الواقع. لأنه البناء مو مثل الهدم، البناء مو مثل الهدم. أنا هسه ممكن 1000 مدرسة أهدم لك إياها بدقيقة واحدة، بس الألف مدرسة مش قد أقدر أبنيها، أو المدرسة مش قد أقدر أبنيها. ممكن تطول 6 أشهر 7، اوكي تمام. يعني الموسم القادم ما راح نعيش هاي الحاله. انت تستند لي يعني هسه حتى بكلامك من تذكر لي تقول لي على اساس، يعني انت تشكك بكل كلمه ممكن انه تقال على اساس. مو من حضرتك انا دا اقول لك يعني ما موجود على ارض الواقع. انا دا اذكر لك مثلا احدى تصريحات لمدير تربيه الرصافه، ذكر قال انه احنا بحاجه الى 10,000 معلم او معلمه. مو فقط هسه، انا اقول لك يعني 10,000 معلم ومعلمه، لانه المديريه العامه لتربيه الرصافه الثانيه وحدها تكاد تقترب من 1,000,000 تلميذ وطالب. المديريه العامه لتربيه الرصافه الثانيه فقط. هذا النمو السكاني وهذه الازمات والحروب وكل هذه الامور اللي قبل قليل تحدثت فيها السيده ازل، تقول احنا جبناها حروب وورا ما خلصت الحروب ورا 2003 وكل هذه الازمات اللي تصير، وهذه كلها هذه هي سبب. اليوم الظرف الامني، الظرف الاقتصادي، كل هذه اسباب هي بعدم توفر بنى تحتيه مثاليه. هذا على من ينعكس على العمليه التعليميه، لكن ليس بما صورته من سوء، بالعكس العمليه التربويه ممكن عانت في كثير من المرات. يعني اذا نرجع قبل عامين، هذه الازمه اللي عصفت بكل البلدان اليوم صدقني يمكن اكو اشخاص ما يثقون بهذا الكلام، لكن تعليم عن بعد في العراق ممكن انه اكو بعض الدول يعني بدات تاخذ من ما فعله العراق من هذا التعليم، مو لانه التعليم بشكل جيد، لانه هناك افكار جيده ممكن ايصالها، لكن نحن نعاني من بنى تحتيه متهالكه. نعم، وهذه البنى التحتيه قليله ايضا، واعداد الطلبه يعني نقترب من 13,000,000 تلميذ وطالب، والملفات التدريسيه اللي نتحدث عنها، وعندنا المحاضرين المجانين، كل هاي ايضا بدت
صحيح. طيب سيد حيدر، المعوقات اللي ذكرتنا او الاسباب اللي ذكرتهن اللي هي كانت من ضمن انهيار البنى التحتيه في الواقع التربوي في العراق، هذا مو انه ايضا بكلامك انه تكون قريب من التقرير اللي اصدر البنك الدولي، اذا كانت بنسبه 90% فانت ايش قد راح تقيمه بالوقت؟ انا من عندك يعني حسب الاسباب اللي ذكرتهن انت. بس انا اقول لك صح قريب، بس انا اقول لك قيس لي بهذا المقياس، وقلت لك انا اذا 90% يعني كل 10 اشخاص، كل 10 اشخاص واحد من عندهم فقط يفهم ما يقرا. يعني سيد حيدر احنا خلينا نتفق على اتفاق، احنا عندنا اولاد ونعرف هم يرضون يحفظون او حتى المدرسه تحفظ. انا دخلت بجدل العام الماضي مع مدرسه الجغرافيا، قلت لها الجغرافيا تقول حفظوا، قلت لها مو حفظ فهم، اكو اشياء ما يصير انه تقول لا هو حفظ، قلت لها لا الجغرافيا فهم. احنا عندنا مشكله حتى مع بعض المدرسين يعتقدون ان القضيه هي احفظ حتى تنجح حتى تعبر سنه، احنا نريد نمشي سنين. يعني هاي صارت حتى عندنا كمفهوم عند الاباء، مشي سنه ان العالم يدرس حتى يفهم، ما يريد يعبر مرحله حتى يهضم المعلومه حتى يستفاد من عندها في حياته العلميه. بالضبط الكلام. احنا هذا خلينا نعتبر، وانا اركز ايضا عليك على مفرده البعض. بالضبط انا لي طبعا الحرب. لانه انا بالنسبه لي ما اعبر بيت قصيده اذا ما اشرح لي هي ليش وشنو واشرح لي عن الشاعر، يعني ويمكن هسه حاليا الكادر كله يعرف انه انا شقد اتعب بموضوع التدريس وانا متاكده مثلي الكثير من الامهات والاباء. فهذا هسه حاليا الدراسه. لذلك انا حينما ركزت على كلمه البعض ما خلي انه هذه البعض هي النموذج الامثل اللي اقتدي به. بس خلينا سار حيدر، خلينا حتى ننهي احنا حتى ننهي، احنا نريد نوصل الى حل، احنا نريد هذا البعض هم يصير مع البعض الزين، هذا هو حاليا سواء البنك الدولي او غيره، احنا نريد انه احنا نريد نسوي دراسه جديده. الحل. نعم قلتي لي نريد نوصل الحل. نعم. انا اقول لك الحل مو فقط وزاره التربيه. طبعا قبل قليل ذكرت بمقدمه جميله، قلتي قبل كنا نخاف او نستحي من نسمع من معلم يمشي من مكان لحد الان. ما قلتي نعم. قلت قانون او ما قلتي نظام، قلتي نستحي. هذه اشياء تؤخذ من المجتمع، تؤخذ من العائله اولا ثم تؤخذ من المدرسه. لذلك طبعاً. اليوم على الجميع ان ياخذ دوره بشكل حقيقي حينما تكون هناك محتويات او محتوى مزيف او محتوى مضلل. لا احنا مستعدين راسا طلعنا السكينه وضربنا بخاطر. لا 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 ابدا ابدا لا ابدا ابدا استاذ حيدر، الا لا يعني ماذا اتحدث عنكم بامان. مع حضرتك متفقين يعني مو فقط يعني. مع هذه الكتابه الوزاريه مع كل نعم الوزراء اللي يستلموا منصب وزاره التربيه منذ عام 2003 لحد هذه اللحظه، متفقين مع كل شخص يجي نساله انه واقع التربيه بالعراق يقول صح انه اكو بسبب التراكمات او بسبب انهيار البنى التحتيه او يضع كثير من المسببات الخاصه اللي هي في دورته أو في الدورة السابقة له. احنا متفقين إن شاء الله، وهذا النقاش ما يخلي أنه بين البرنامج وبين الوزارة فجوة، لكن احنا هدفنا هو إيصال ونوضح كل ما يتم طرحه وكل ما متعلق بوزارة التربية للناس اللي موجودين هم بالعراق، واللي انت ذكرت يعني 13 مليون عائلة تمام عندنا، اذا ما نريد نقول 13 مليون عائله فخلينا نقول 10 ملايين عائله هي تتابع امور وزاره التربيه وتهتم لهذه القضايا المطروحه. ان شاء الله الايام القادمه ما نشاهد لا مدارس طينيه عائله للسقوط ولا كرفانيه، ونشوف اعاده تاهيل البنى التحتيه في جميع محافظات العراق حتى التربيه والتعليم ترجع مثل ما كانت سابقا، وايضا انه الاسره تمشي اولادها او تخليهم على الطريق الصحيح بنهج جيد من خلال ما يتعلموا داخل المدارس العراقية. وأيضا طلبنا الأخير نتمنى أنه الدورات السابقة أو القادمة عفوا أنه تناقش موضوع طرق التدريس في العراق حتى تغير من وضعها وما نوصل لهذه المراحل المأساوية. حتى المناهج الدراسية هناك الكثير من المناهج الناس تشتكي من عندها أنه هي أكبر من مستوى الطلبة. احنا نشكرك أستاذ حيدر فاروق المتحدث باسم وزارة التربية، إن شاء الله تكون عندنا لقاءات أخرى. القصد والهدف من عندها أنه احنا نعيد ما تم هدمه في السنوات الماضية، مرينا احنا بظروف صعبة جدا، وزارة التربية عانت ما عانت، هناك بعض الوزراء اللي اجوا اخفقوا في اداره هذه الوزاره التي تعتبر اهم وزاره من الوزارات العراقيه اللي عليها بناء جيل جديد. نعرف انه هناك اخفاقات كثيره لكن اكو ايجابيات، لكن السلبيات احيانا هي تغطي واحيانا تدمر حتى هذه الايجابيات. ننتقل الى موضوع اخر، نروح الى السليمانيه.
احنا وصلتنا مناشده من مستشفى هو الحكوميه للامراض السرطانيه، هذه تقدم العلاج بالمجان والفحص بالمجان. تعرفون الامراض السرطانيه تحتاج الى علاجات غاليه جدا وقد تكاد غير متوفره في العراق، يجب استيرادها من الخارج. لذلك احنا عدينا تقرير لاهميه الموضوع. هذه المستشفى حاليا تعاني من نقص كبير في العلاجات، وبالتالي هي حاليا هي اخفقت او خجوله امام الناس اللي كانوا يراجعوها ويستلمون الدواء منها والفحص بسبب قله الادويه او حتى ندرتها او احيانا انعدامها. راح نشوف احنا ناس شنو حكت عن الموضوع، اداره المستشفى شنو حكت، وانا متاكده انه بقيه المستشفيات في العراق الحكوميه الخاصه بالسرطان التي تقدم دعما استثنائيا، وهي نحكيها بامانه تخص وزاره الصحه، نعرف انه الامراض السرطانيه غاليه من يوصل الدواء ما يقصرون ويتم توزيعها بشكل عادل على المستشفيات، لكن هناك قله في الكثير من العلاجات الخاصه بالسرطان. نسمع الشكوى وارجع واقول لكم هي نموذج لبقيه المستشفيات، هناك مشكله تعاني منها المستشفيات العراقيه الحكوميه الخاصه بامراض السرطان. احنا كهيئة المدافعة عن مستشفى تيوة تشكلنا من مجموعة من المنظمات، المجتمع المدني والنشطاء واساتذة الجامعة والدكاترة والناس اللي يشتغلون بمجال الدعم لمستشفى تيوة. هدفنا بعد ما سمعنا اكو مشاكل نقص الأدوية بمستشفى تيوة، نقص أجهزة العلاج بمستشفى تيوة ونقص المباني والكوادر بمستشفى تيوة، بدينا نجمع نفسنا ونقول نش نقدر نسوي. اجينا اجتمعنا مع مدراء بمستشفى تيوة فتحدثنا معهم وافتهمنا مشاكل مستشفى تيوة. مرضى في المستشفى تيوة اني واخواتي اثنين، يعني اني واختي درجة رابعة اني درجة ثانية، والعدنا مرضى مال سرطان، نقصات الأدوية ماكو، يعني مرضى يموتون أدوية ماكو، يدزونها للبيت. بارحة راد أختي درجة رابعة دا أقول لك كلش تعبانة هي، يعني بالقوة لقينا دواء، يعني عندهم دواء حصلونا، يعني ماكو أدوية، ونشتري دواء برا غالي. أنا أجي من بغداد أخذ العلاج 1,750,000 أخذ الدواء. هذا عندي ابني صار تقريبا شهرين بمرض سرطان منطقة الكلى، سويت له عملية شالوا الكلى مالته، هسه هو عم يدهور شوي تعبان، اخذ شعاع ذري كوي واخذ هسه بهذا المستشفى ياخذ جرعة كيماوية، صار تقريبا شهرين. هذا المستشفى الوحيدة اللي هو يعالج الامراض مرض السرطان. بعض المرات نجي هنا لازم هو من ياخذ الجرعة الكيماوية اقل شيء يبقى ورا 3 أيام أو 4 أيام، ليش؟ يبقى يصير عنده مضاعفات على الأقل، مضاعفات على الكلى مالته وحدة، مضاعفات إسهال، زواع، شيء يصير ازدحام قوي هنا. اللي يميز مستشفى هيوة ويميز محافظة سليمان عن يعني المحافظات البقية بالعراق ومحافظات الإقليم أمينة وحتى البلدان المجاورة أمينة، إنه هذا هو المركز الوحيد اللي يقدم خدمات لمرضى السرطان بالقطاع الحكومي والقطاع الأهلي. ماكو أي مركز ثاني على مستوى سليمانية يقدم هذا الخدمات. ثاني شيء اكو مجموعة من الخدمات اللي تقدم من هالمستشفى هي ما موجودة على مستوى العراق، فهي تكون متميزة بها، فعلاً هذا يكون مطلوب على مستوى العراق كله، فبعض من مرضى اللي يجون من العراق هم يجون طلبا لهذا الخدمات. فالاحصائيات اللي عدت تقول انه كل من واحد من كل 4 مرضى هو جاي من محافظات الوسط والجنوبية. بالنسبة لعمليات زرع النخاع العظام أو مركز زرع النخاع العظام، واحد اثنين من أصل 3 مرضى جايين من محافظات غير محافظة سليمانية. عندنا مرضى العلاج بالأشعة لمرضى السرطان، هم 35% من مرضاهم هي من محافظات غير محافظات الإقليم، فهذا اللود اللي علينا والمصاعب اللي واجهتنا خلال الـ6 أشهر السابقة بتأمين الأدوية وتأمين الخدمات والأزمات المالية اللي تواجه المستشفى والأزمات المالية اللي تواجه الإقليم نفسه. زين
وتقريبا الفترة السابقة خلال الأشهر السابقة توجهنا إحنا كمستشفى هيوة وزارة الصحة وكيماديا على مدة يكون أكون مساعدة يعني وما حصلنا شيء. هو ما ذكرت هو مركز وحيد يقدم خدمات بهذا، فأي خلل بالأدوية أو إقطاع بالأدوية زين هو راح يكون له تأثير مباشر على حياة المرضى. يكون هناك اهتمام بموضوع المستشفيات الحكومية الخاصة بالسرطان، فعلا محتاجين يعني خاصة أبو السرطان هذا عنده جرعة كيميائية بتواريخ معينة ما بيها مجال أن تتأجل، بس تتأجل تنتكس حالته وترجع إلى البداية. إن شاء الله يكون هناك اهتمام كبير من قبل وزارة الصحة وبالتالي ينتهي هذا الملف اللي هو صعب للغاية وشائك للغاية ويزداد تزداد الأعداد. كل يوم إحنا نضيف أعداد جديدة للأسف من المصابين بهذا المرض اللعين اللي الناس بدأت تلقى له علاج حقيقي ومتوفر، احنا للاسف العلاج ابسط العلاجات هي غير متوفره ونادره في مستشفياتنا. هذول الناس اللي لقوا العلاجات للسرطان لمرضى السرطان في اغلب من دوله او في اكثر من دوله، تعرفون شلون بدوا حاربوا التلوث او مسببات امراض السرطان؟ بالضبط. احنا ذات البصره عندنا مثلا هي الاكثر تلوث بالشرق الاوسط، وهي المسببه او هي النسبه الاكبر لمرضى السرطان في محافظة البصرة وفي بقية المحافظات العراقية. فإذا احنا علينا انه نبدي بمعالجة مسببات السرطان ومن ثم انه نهتم بمرض السرطان نفسه بالمستشفيات بالأجهزة بالعلاجات الخاصة. واعتقد انه تأخير هذه المستشفى عن توزيع العلاجات للمرضى هو بسبب الموازنة وسبب عدم اعطاء المبالغ المالية المخصصة لشراء هذه الأدوية من قبل الجهات المعنية، فنتمنى حلها بالسريع العاجل. وموضوع الصحة مهم جدا علينا أن نعالجه حال حال موضوع التربية وحال حال موضوع بقية الوزارات التخطيط والزراعة والبيئة، لأنه كل الوزارات مهمة فعلينا أنه ما نهمل واحدة ونفضل الأخرى عليها بأي شكل من الأشكال. نروح لموضوع آخر، موضوع الكهرباء وأبراز الضغط العالي اللي دائما ما نشاهد مأساة كبيرة جدا وحوادث كبيرة جدا في كل المحافظات العراقية. المرة راح نروح لأحدى المناطق غرب نينوى اللي هي منطقة رجم حديد. هذه المنطقة اللي كثرة تشابك الأبراج أو الكيبلات الخاصة بالكهرباء مع أبراج الضغط هي راح تسبب لنا مشاكل كثيرة جدا، من ضمن هذه المشاكل حالة احتراق زين بهذه المنطقة. الموضوع سهل وبسيط جدا، لكثرة الزخم أو تعداد السكان المفروض يكون هناك تخطيط حتى في وزارة الكهرباء من أجل إنشاء محطات أخرى بعيدة عن تشابك مع خطوط الضغط العالي. نتمنى حلها بسريع العاجل لأنه هذه الأبراج ممكن أنه تسبب لنا كوارث مثل ما شاهدناها بالأيام الماضية في بقية المحافظات العراقية. هذا الفيديو شوفوه وياريت أنه أيضا يوصل لوزارة الكهرباء ويوصل للجهات المعنية في كل المحافظات العراقية حتى تحافظ على هذه الأبراج وتحافظ على هذه العواميد الرئيسة اللي موجودة في بداية كل فرع أو بداية كل منطقة اللي هي مسؤولة عن إيصال الكهرباء في الكيبل الرئيسي للمنازل أو لكل المناطق أو كل الساكنين في هذه المناطق. ليش أنه إحنا دنشاهد حالات احتراق نفس ما دنشاهده بالفيديو الحالي؟ أكيد نشاهد الفيديو ونسمع شنو اللي بيه وبعدها نرجع لكم مباشرة. هذا حال التعليق، شوف الله حماهم طبعا هسه حاليا ما اعرف شلون وحاليا بدونهم كهرباء بدون كهرباء. وايضا احنا هم منذب اللوم بس على وزاره الكهرباء، هنا هذه التجاوزات اللي موجوده وبكثره خاصه في هذه المناطق. يعني انت تشوف عمود رئيسي تمام انه ماكو داعي تجيب الكيبل مالتك مال المولده او ساحب من
من العمود نفسه وتخليه مشبك مع هذه الكابلات الرئيسة الأخرى اللي موجودة بالقرب من هذا العمود. أنت المفروض أنه تتخذ خط بعيد عنه حتى ما يصير تماس، ما يصير أنه أي احتكاك بين الكابلات، ولا أنه توصل لهذه النتيجة. يعني هسه أنت بسبب التجاوزات أنه هذه المنطقة كلها راح تكون بدون كهرباء. تعال انتظر الدائرة المعنية من وزارة الكهرباء أو في المحافظة أنه تجي وتسوي صيانة، وتعال انتظر كم يوم راح تبقى الناس بدون كهرباء، وانتم تعرفون عواصف ترابية، الجو حار، مي ماكو، واعتمادنا بشكل كبير أو 100% على التيار الكهرباء الوطني اللي موجود. هذا الموضوع نتمنى أنه حله بأقرب وقت ممكن، وإن شاء الله نشاهد عادة تأهيل بشكل كبير من قبل وزارة الكهرباء لكل البنى التحتية اللي موجودة في كل محافظات، إذا كانت ضغط عالي وإذا كانت عوامل رئيسية في هذه المناطق اللي بعيدة عن مركز المدينة. كل سنة نقول أنه لازم تكون هناك حملة، لازم كل ست أشهر هناك حملة صيانة وإصلاح بعض الأشياء التالفة أو الأعمدة التالفة والخطوط التالفة. نفس الموضوع بس نروح إلى شمال صلاح الدين بالتحديد ناحية العلم إلى قرية تل السيباط. ناس يعني أرسلوا لنا هذه المناشدة وهذه الشكوى نتيجة تداخل خطوط الضغط العالي مع خطوط الأعمدة العادية. صار بتعرفون هسه حاليا إحنا تراب ورياح، صار يعني قطع أغلب هذه الخطوط والكهرباء انقطعت عن كثير من المناطق أو عن القرية. فبالتالي يقول لك لازم أعمدة الضغط العالي تنتقل خارج هذه القرية حتى لا تسبب لنا مشاكل. صار هناك حريق كبير نتيجة تداخل الضغط العالي مع الأعمدة العادية اللي هي خاصة بالمنطقة، فبالتالي جاي يسبب هناك بس شرارة بسيطة صار حريق مثل ما شفنا حاليا احنا في الموصل، نفس الشيء حدث في هذه القرية. لذلك نتمنى احنا من دائرة الكهرباء التدخل، فعلا هناك تشابك كبير. بالإضافة لا ننسى احنا هذه الأعمدة جاي تشيل ايضا وايرات المولدة، فتشوفون من تنقطع المولد قاعدة تشيل، يعني اذا هي تتحمل هالقد العمود احنا جاي نحط عليها مال أعمدة، احنا جاي نحط عليها وايرات المولدة، ومن تنقطع احنا ما راح ناخذ نصلح او نشيل، احنا نجي نضيف عليها. احيانا تشوف كأنما عنكبوت، خيوط عنكبوت حتى شوهت صور المدن في كل العراق. لذلك نتمنى احنا من يحتاج لها هي حملة كبرى عظمى من وزارة الكهرباء، اصلاح ما يمكن اصلاح من أعمدة الكهرباء المائلة والآلة للسقوط، الوايرات القديمة اللي هي باقية وممكن يكون بها كهرباء وتسبب ممكن مشاكل لازم يتم رفعها، محاسبة كل من يتجاوز على هذه الأعمدة. أما أعمدة الضغط العالي اللي هي للأسف مع امتداد والمدن بدأت تكبر للأسف صارت بنص المناطق، يا ريت يتم نقلها إلى خارج المدن والقرى حفاظا على سلامة الناس. نبقى في صلاح الدين، لكن هالمرة معاناة الفلاحين واللي ازدادت بشكل كبير جدا نتيجة إهمال الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الزراعة وعدم دعمهم بالشكل المطلوب، لأنه احنا دائما ما نسولف نقول يا ريت أن يكون أكو دعم كبير بالنسبة لكل الفلاحين وفي كل المحافظات العراقية، كون أنه احنا بالوقت الحالي نشاهد أنه أسعار المحصول المحلي مرتفعة جدا نتيجة عدم دعم الفلاح من قبل الحكومة، وإنما المستورد هو يكون رخيص وأسعاره تكون مناسبة، فبالتالي أن المواطن يقبل عليها وبشكل كبير جدا ويترك المحلي. المنتوج المحلي مهم جدا، وعلى كل الجهات المعنية دعم الفلاحين لأنه سعر طن الأسمدة تجاوز المليونين دينار عراقي. خلينا نشوف الفيديو وأكيد بعدها نحكي عن هذا الموضوع. طن الكيمياوي هسه وصل بمليونين، إذا يدري وزير الزراعة أو ما يدري، بالنسبة للأسمدة المبيدات كلها بايقيها، ما خلوا كل شيء علينا، لا نكافح بساتيننا كلها نشتريها سوق سوداء. طن الكيمياوي الداب صار بمليونين، والزراعة تقول احنا نوزعه بستمائة ألف، وين الستمائة ألف دينار؟ تروح يقول لك والله خلصت الكمية، تروح يقول لك خلصت القطوعات، ويجون ناس لا لهم علاقة بالزراعة ولا شايفين الزراعة ولا طابين بساتين ولا طابين أصلا أراضي زراعية. أعتقد هذه الرسالة واضحة من الفلاح اللي موجود في مدينة سامراء، وإن شاء الله توصل لكل الجهات المعنية، كون أنه فعلا إذا أرادت الحكومة أو إذا أرادت وزارة الزراعة دعم الفلاحين أو دعم المحصول المحلي، فعليها أنه تبدي من الفلاح وتوفر له المستلزمات الرئيسية حتى يقدر أنه يزرع ويقدر يحصد ويقدر يوفره ويخليه يكون موجود لكل مواطن عراقي في كل المحافظات العراقية. ونتمنى تسهيل أمورهم بجميع الأشكال حتى ما نشاهد هذه المعاناة تزداد مع قربنا من
موضوع حصد المحاصيل الزراعية إذا كانت حنطة أو شعير. عشان نكمل بقية المواضيع، هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر. في أمان الله. إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.